لدي ملاحظة بسيطة، يمكن لهذه المراحل سواء مراحل بناء جدول أو مراحل بناء المبيان أن تدون في الجدادة، فهي صالحة لجميع المستويات. ملاحظة ثانية هو أن متعلم المستوى الثالث يجب أن يكون على علم بهذه المراحل، رغم أنه غير مطالب بالإنشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصتنا البنائية ستكون مع دمج الدرسين تنظيم وعرض البيانات، قراءة وتأويل بيانات. الأهداف: أولاً تنظيم وعرض بيانات في جدول أو مخطط عصوي، ثانياً قراءة وتأويل بيانات في جدول أو مخطط عصوي واستعمالها في حل وضعية مسألة، فلنبدأ على بركة الله. درسنا بالمستوى الثاني تنظيم ومعالجة البيانات. إذا ماذا نعني بالبيانات؟ هي مجموعة من المعلومات التي يمكن تنظيمها وعرضها في جدول. إذا ما الهدف من تنظيم وعرض هذه البيانات؟ أولاً لتسهيل قراءتها وتفسيرها أو تأويلها، ثانياً لاستعمالها في حل وضعية مسألة. إذا اعتماداً على ما تطرقنا إليه وعلى ما تعلمناه سابقا بالمستوى الثاني، ما هي مراحل تنظيم وعرض البيانات؟ أولا نحدد المعلومات أو البيانات، ثانيا تنظيمها وعرضها في جدول، ثالثا قراءتها وتفسيرها أو تأويلها، رابعا استعمالها في حل وضعية مسألة. في السنة الماضية قمنا بتنظيم وعرض البيانات في جدول، والجديد في هذا الدرس هو أننا سوف نقوم بنفس المراحل مع تنظيم وعرض وتمثيل البيانات في مخطط عصوي. إذا ماذا نعني بالمخطط العصوي؟ هذا ما سوف نراه في هذا الدرس، فلنبدأ على بركة الله. ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها جميع الأهداف التي ذكرنا في بداية هذا الدرس، وهذه الوضعية مقسمة حسب الأهداف كالتالي: إذا لدينا بيانات، سؤال أول يتعلق بتنظيم وعرض البيانات، سؤال الثاني يتضمن قراءة وتأويل البيانات، سؤال الثالث يتضمن حل مسألة عن طريق قراءة وتأويل هذه البيانات. إذا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قامت مدرسة بجمع تبرعات مالية مقدمة من طرف مجموعة متعلمين من مختلف المستويات الدراسية بهدف المساهمة في حملة خيرية لشراء قفة رمضان. إذا لدينا البيانات كالتالي: تبرعات المتعلمين حسب المستوى الدراسي، إذا المستوى الأول تبرع ب 150 درهما، تلاميذ أو متعلمين المستوى الثاني تبرعوا ما مجموعه 100 درهم، مستوى الثالث 450 درهما، مستوى الرابع 250 درهم، مستوى الخامس 400 درهم، والمستوى السادس 300 درهم. السؤال الأول: أنظم هذه البيانات في جدول ثم نمثلها بمبيان. السؤال الثاني: ألف، ما هو المستوى الذي شارك بأكبر مبلغ؟ باء، ما هو المستوى الذي شارك بأقل مبلغ؟ جيم، حدد المستوى الذي ساهم بأكثر من 200 درهم وأقل من 450 درهما. ثالثا، ما هو المبلغ الذي ساهمت به هذه المؤسسة في الحملة الخيرية؟ إذا قلنا لتسهيل قراءة وفهم ومعالجة البيانات ننظمها في جدول أو نمثلها بمخطط، نقول مخطط وأيضا نقول مبيان. سؤال أول ينقسم إلى شقين: الشق الأول يتضمن تنظيم وعرض البيانات في جدول، والشق الثاني سوف نمثله بمبيان. إذا أولا سوف نتعرف على مراحل بناء الجدول. مراحل بناء جدول تتلخص في خمس خطوات: أولا تجميع البيانات، ثانيا تحديد عدد السطور والأعمدة، ثالثا رسم الجدول بالمسطرة، رابعا ملء الخانات، خامسا كتابة العنوان. لدي ملاحظة بسيطة، يمكن لهذه المراحل سواء مراحل بناء جدول أو مراحل بناء المبيان أن تدون في الجدادة، فهي صالحة لجميع المستويات. ملاحظة ثانية هو أن متعلم المستوى الثالث يجب أن يكون على علم بهذه المراحل، رغم أنه غير مطالب بالإنشاء في الوقت الراهن.
إذن أولا تجميع البيانات، كما نلاحظ أن البيانات واضحة في الوضعية. ثانيا تحديد عدد السطور والأعمدة، إذن انطلاقا من البيانات، إذا لدينا المستوى الدراسي ولدينا التبرعات بالدرهم، إذن الجدول سوف يتكون من مدخلين، يمكن أن يكون الجدول بشكل عمودي كما يمكن أن يكون بشكل أفقي. إذن بشكل عمودي سوف يكون لدينا 1 2 3 4 5 6، إذن 6 أسطر، عمودين يعني مدخلين، واحد للمستوى الدراسي والثاني للتبرعات، أو العكس يمكن أن يكون بشكل أفقي يعني يتكون من سطرين وست أعمدة، والعمود السابع سوف نكتب فيه مدخل المستوى الدراسي والمدخل تبرعات. الآن نأتي إلى مرحلة ملء الخانات، إذا نبدأ بالمستوى الأول، إذا تبرع بمبلغ 150 درهما، المستوى الثاني تبرع متعلمي ب 100 درهم، المستوى الثالث 450 درهما، المستوى الرابع 250 درهما، المستوى الخامس 400 درهم، المستوى السادس 300 درهم. بنفس الطريقة نفعل مع الجدول الآخر. المرحلة الأخيرة كتابة العنوان، يمكن أن نستخرجه من الوضعية، تبرعات المتعلمين حسب المستوى الدراسي، يمكن أن نحتفظ بنفس العنوان. الآن نمر للشق الثاني من السؤال، هو أن نقوم بتنظيم وعرض هذه البيانات على ميبيان. إذن كيفية بناء الميبيان أو المخطط؟ أولا يتم رسم محور أفقي ومحور عمودي بحيث يكونان متعامدان. ثانيا تخصيص كل محور لنوع من البيانات. ثالثا وضع التدريجات المناسبة لكل نوع من البيانات على المحور. نبدأ بأولى الخطوات وهي رسم محور أفقي ومحور عمودي. المحور الأول الأفقي والمحور الثاني هو المحور العمودي، بحيث يكون المحوران متعامدان يكونان زاوية قائمة. إذن سوف نختار تخصيص كل محور لنوع من البيانات. الأفقي سوف نختاره ليمثل لنا المستوى الدراسي، والعمودي يمثل التبرعات بالدرهم. المرحلة الأخيرة وضع التدريجات المناسبة لكل نوع من البيانات. إذن هنا مثلا لدينا المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، بين كل تدريجة وتدريجة نضع مربعين، المستوى الرابع، المستوى الخامس، والمستوى السادس. إذن خاص بالتبرعات نضع هنا مثلا 100 درهم، بين كل مربعين نضيف 100، إذن 100، 200، 300، 400، 500. إذا نبدأ بالمستوى الأول، إذا قلنا 150، إذا لدينا 100، 200، إذا هنا سوف تكون لدينا 150. إذا المستوى الأول تبرع ب 150، نضع نقطة، ثم نرسم العمود أو الشريط أو العصا التي تمثل تبرعات المستوى الأول. الآن نمر للمستوى الثاني، إذا تبرع ب 100 درهم، إذا نضع هنا النقطة أو العقدة ونرسم الشريط الثاني الخاص بتبرعات المستوى الثاني. ثم نمر للمستوى الثالث، تبرع ب 450، إذا هنا لدينا 450، يعني هنا ستكون العقدة، ونرسم الشريط أو العصا أو العمود الذي يمثل تبرعات المستوى الثالث. بالنسبة للمستوى الرابع تبرع ب 250، إذا هنا لدينا 250 يعني في هذا المكان،
مستوى الخامس تبرعوا ب400 درهم. إذن هنا لدينا المستوى الخامس، المستوى السادس تبرع ب300 درهم، نلاحظ أنه لدينا عصي، كل عصا تشير إلى عدد معين من التبرعات، لذلك نسميه بالمخطط العصوي. وآخر مرحلة هي كتابة العنوان. مخطط عصوي يمثل تبرعات المتعلمين حسب المستوى الدراسي. إذن نمر إلى المرحلة الثانية وهي قراءة وتأويل هذه البيانات. إذن السؤال الأول، ما هو المستوى الذي شارك بأكبر مبلغ؟ إذا انطلاقا من المبيان يظهر لنا المستوى الذي شارك بأكبر مبلغ وهو المستوى الثالث. سؤال ثاني، ما هو المستوى الذي شارك بأقل مبلغ؟ إذا نذهب إلى المبيان فيظهر لنا أصغر عصا لدينا أو أصغر شريط هو خاص بالمستوى الثاني، إذا هو الذي شارك بأقل مبلغ. سؤال ثالث، حدد المستوى أو المستويات التي ساهمت بأكثر من 200 درهم، إذا هنا أكثر من 200 درهم وأقل من 450 درهم، يعني في هذا المجال. إذا هنا يظهر لنا المستوى الرابع، المستوى الخامس والمستوى السادس، هم الذين ساهموا بأكثر من 200 وأقل من 450 درهما. السؤال الثالث، ما هو المبلغ الذي ساهمت به هذه المؤسسة في الحملة الخيرية؟ إذا المؤسسة ساهمت بمجموع ما ساهموا به هؤلاء المتعلمين على اختلاف مستوياتهم. إذا هنا سوف نقوم بعملية الجمع. إذا نعتمد هنا على الجدول للحساب. إذا لدينا هنا 0 في الوحدات، نمر إلى العشرات. إذا 5 زائد 15 زائد 5 15، نكتب 5 ونحتفظ بواحد. إذا 1 و1 2، 3 3 زائد 4 7، 7 زائد 2 9، 9 زائد 4 13، 13 زائد 3 16. وبالتالي المجموع ما ساهمت به هذه المدرسة هو 1650 درهما. وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية. نلقاكم على خير في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.